يا جماعة هاي الخريطة هون يلي عم بطلع فيها بلاد الشام والعراق أو الشرق القديم بشكل عام. رح نميز هلأ لونين بالخريطة. اللون الأول هو هذا اللون اللي فوق اللي شايفينه شوي رمادي، وهون اللون الثاني. هذا بميز أنه هون مناطق جبال أو هضاب، وهون في عنا مناطق سهلية. نشوف نحن متجايين نهر الفرات ودجلة جنب بعضهم، هن عم يجوا بالمناطق السهلية. بدنا شوي نأكد بهالنقطة الحمر، هدول هن المصطلح بيعني المدن القديمة. وإذا شفنا هذا المصطلح الثاني الفضي أو الرمادي، هذا بيعني إنه هن المدن الحديثة، يعني مثل بغداد أو عمان، هدول المدن حديثة ما قديمة. المصطلح الثالث الأحمر والرمادي أو الفضي، هذا بيعني إنه هي مدن قديمة وما زالت موجودة لحد الآن. تمام. شنو مثل شنو بغداد؟ هلا هون بدنا ندور لنا على شيء مثال، لازم يكون في أمثلة عن هذا الموضوع. مثل ما عندنا مثلا هون هاي المدينة، عندنا مدينة نينوى مثلا. نينوى. تمام. هذول المدن اللي كانت من القديم. قديمة هي منطقة كانت منطقة استيطان وما زال استيطان موجود فيها لحد الآن. نحن ليش ميزنا الألوان وحكينا عن الأنهار؟ في مقولة بعلم الآثار أو خلينا نقول قاعدة بتقول دائما أنه الحضارات بتنشأ على ضفاف الأنهار وبالمناطق السهلية. فشفنا أنهار، شفنا مناطق سهلية، شفنا هون غزارة بالمدن اللي موجودة باللون الأحمر اللي هي المدن الحضارية. عم تتجه المدن، نشوف على مجرى نهر الدجلة والفرات نحو الشمال، نشوف أنه هون صار في عنا كمان مدن قديمة، وحتى وصلت للمنطقة الغربية بسوريا. نحن رح نحكي عن الجزيرة السورية بشكل عام، اللي هي تعتبر امتداد لبلاد الرافدين. هلأ نحن هون عنا في المتحف عنا تقريباً 3 مناطق حضارية رح نحكي عنها. رح نبلش أول شيء من جنوب بلاد الرافدين، رح نحكي عن بابل، بعدها رح نتجه شوي للشمال الشرقي رح نحكي عن الحضارة الآشورية، من بعدها رح نتجه شوي للغرب نحكي عن الحضارة الآرامية. بديع. فأول شيء خلينا نبلش بأقدم شيء موجود بابلي، نروح على آخر زاوية لهنيك نحكي عن حمورابي البابلي مؤسس الدولة البابلية.